حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. البيت السني صراع يسبق الاستحقاق، انشقاقات وتحالفات تعيد ترتيب الأوراق وتقصي الأضداد. الأول من صفر محطة إنصاف لنصف المجتمع وتذكير بدلالاته التاريخية واعتماد رمزيته الواقعية. إذن مشاهدينا، مع بدء العد التنازلي لانتخابات الخريف، يبدو أن البيت السني يعيش أزمة صراع تسبق الاستحقاق. انشقاقات واصطفافات زادت من وتيرة الانتقالات وعجلت من ولادة التحالفات. إفرازات في الأساس مشروع استقطاب وضد نوعي لمحاولات اختزال المشهد السني بحزب واحد. وغير أن هذه التكتيكات الضاغطة سرعان ما جوبهت بسحب البساط من مصادر القوة، غير أنها ثبتت توازنات سياسية قد تشفع لها مفاجآت محلية. فأيام العسل في البيوتات السنية غير طويلة، فحتى الملتئمين تحت مظلة إقليمية ما هم إلا قشرة خفيفة جمعت داخلها تناقضات ثقيلة وانفجارها أمر مرشح. فجذور الخلاف لها منبت كما يبدو. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، الأول من صفر الخير بادرة راقية ثبتها الراحل إلى علينا سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله تعالى عليك، يوم إسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة والاستفادة من الدلائل التاريخية التي قدمتها نسوة آل البيت عليهم السلام خلال رحلة السبي إلى الشام، فهي محطة إنصاف لنصف المجتمع بما يحفظ مكانتها وأدوارها الحيوية في نشأة النصف الآخر، ومساعي تأسيس ثقافة جديدة تحترم كيان المرأة وإبعادها عن الأفكار المنحرفة التي تحاول الوصول بها إلى المساحات المجهولة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقشها تباعا، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام، الباحث بالشأن السياسي الأستاذ علي نجدية، أهلا بك سيد علي. وأيضا الترحيب بالسياسي المستقل السيد مهند الراوي، انضمنا مباشرة عبر سكايب من الأنبار، أهلا بكم السيد مهند. أبدأ معك يا أستاذ علي، المشهد السني أو المشهد السياسي بشكل عام، كل الأطراف السياسية كلما اقترب موعد الانتخابات تزداد وتيرة الانتقالات الاصطفافات السياسية، لكن البيت السني تحديدا، ما السبب في عدم استقرار المشهد السياسي السني حتى الآن؟ بداية تحية لحضرتك، تحية ضيفك الكرام. بالعكس، يعني البيت السني مستقر، الانسحابات والتنقلات التي يشهدها الواقع السياسي هي من الجهة، من طرف إلى طرف. يعني أغلب الانسحابات كانت في صفوف تحالف الأنبار الموحد سابقا، وأصبح الانتقال إلى حزب تقدم والترشح ضمن هذا الحزب لخوض انتخابات مجالس المحافظات. أغلب المنسحبين أقروا أنه التحالف لا يوجد له أهداف واضحة ولا استراتيجيات واضحة ولا يخدم، وليس لديه مشروع يخدم الجماهير الموجودة في المحافظات الغربية، سواء أنه يمتلك عداوة مع حزب تقدم أو مع السيد رئيس البرلمان، وهذا ما يعني صرح به السيد أنور العلواني القيادي السابق في تحالف تقدم، العفو في تحالف الأنبار، الذي انضم مؤخرا إلى حزب تقدم وترشح ضمن صفوف هذا الحزب. نعم.
نرحب بك مرة أخرى سيد مهند. المنافسة بالتأكيد مشروعة وطبيعية، لكن هل من الطبيعي أن تصل إلى حد التسقيط ما بين أطراف سياسية، خصوصا هي بمرحلة بحاجة إلى التوحد بشكل كبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الأيام الفضائية. لا طبعا، هو بالتأكيد يعني اليوم هذا التسقيط الذي يكون بداية بعد ما بلشت الحملة الانتخابية، قضية التسقيط يعني من كلا الطرفين حتى لا نتهم طرف على طرف. بداية التسقيط، نعم هناك تسقيط عالي بين الأطراف السياسية المتخاصمة، لكن خلينا نشرح قضية التحالفات السياسية والانسحابات وكيف تجري الانتخابات. سيدي الكريم، هو تحالف الأنبار الموحد وبعض التحالفات التي شكلت انبثقت من تحالف الأنبار الموحد مثل تحالف الحسم الوطني وتحالف عزم الذي يرأسه الأستاذ مثنى السامي الرائي، كلها هذه ناتج لسياسات خاطئة انبثقت هذه الكتل السياسية والتحالفات السياسية لتصحيح المسار في محافظة الأنبار والمحافظات السنية. لكن ما يشخص على محافظة الأنبار هو الصراع، أصل الصراع الكبير هو على محافظة الأنبار. نعم، في محافظة الأنبار تحديدا هناك صراع جدا قوي بين تحالف تقدم عفوا وتحالف الأنبار الموحد وتحالف عزم وكتلة الحسم. نعم. طيب، تحالف الأنبار الموحد هل ما زال موحد خصوصا بعد موجة من الانتقالات من الأنبار إلى تقدم؟ سيدي الكريم، هو منه يعني حتى ما سؤال جيد حتى نتكلم بهذه الجزئية. الانتقالات طبعا، الترشيحات حتى نفهم كيف يتم الترشيح، يعني كل هاي الأطراف السياسية متواصل معها، مع الكل طبعا، مع الأخوة في تحالف الحزم، مع الأخوة في تحالف عزم، مع الأخوة قريبين من تحالف تقدم، مع نواب من تقدم. أتكلم عن موضوع الانتقالات وقضية شسمه قضية التنقلات. هنا خلينا نفصل كيف يتم التنقلات. سيدي الكريم، الكل له الحق في الاشتراك في الانتخابات. أي مواطن ضمن ما يسمح به القانون والدستور له الحق أن يتم ترشيحه. لكن ما يشخص أنه اليوم مو كل من واحد طلب منه التحالف أو تحالف الأنبار أو تحالف العزم أو تحالف تقدم انطيني السي في خلي ادرس تي في. هاي استحقاقات انتخابيه لها اوزان سياسيه، تبدا بعمليه تدقيق هذا شنو ثقله الانتخابي، من جمهوره، هل هو مرشح قوي ام مو قوي، هل اهله وعشيرته معاه او ضده، هل هناك مرشحين من نفس العشيره من نفس المنطقه ممكن ياثر عليه. كل هاي اسباب تؤخذ بنظر الاعتبار حتى يتم دراسه تدري هي الكتل السياسيه على شنو مرشحه حتى تفوز بالانتخابات، صح لو لا؟ اليوم انا اليوم اذا اشوف مرشح قوي على سبيل المثال في تقدم في جهه ما اجي ارشح واخسر عندي صوت، او اخسر مرشح عندي اجي ارشحه هون وهو اصل الموضوع هون محسوم عند تقدم. لا، انا اجي ابحث عن شخص هي عد عشيرته، عد حزبه، عد منطقته، يكون فرص الفوز ماله اكثر. يعني خلينا نكون واقعيين. اليوم منو اللي انسحب؟ سيدي الكريم، منو اللي انسحب؟ هذه مو انسحابات. لحد الان هو من يقول انا مرشح، يعني هو وين انطيني توريق اوراق الترشيح؟ يعني مو من قال له ابو حسن انطيني خلي ادرس السي في ماله اشوف ثقلك الانتخابي معناته اعلن نفسه مرشح. هذا مو صحيح، هذا مو ابدا مو صحيح هذا الترشيح. طيب دعني اعود الى سيد مرشح. سيد علي، كانت هناك يعني استثمار لقضايا ضد تقدم مثلا في الانبار، ملفات فساد اللي فتحت مؤخرا، تعتقد انها هذا الاستثمار لهذه القضايا سوف ينجح بتحجيم تقدم والحلبوسي خصوصا؟ أتصور الملفات الفساد اللي انفتحت مؤخرا لم يذكر فيها تقدم، ولم يثبت على أحد من الفاسدين أنه يعني يقود هذا الفساد لصالح حزب.
بالتالي حتى وان كان هذا الشخص الفاسد ينتمي الى الحزب بشكل او باخر فهو تصرف بشكل فردي يعني دون علم الحزب به ولا دخل للسيد الحلبوس لا من بعيد ولا من قريب بهذه العمليات. والدليل على علاقه وطيده بين السيد رئيس البرلمان والسيد رئيس الوزراء، والسيد رئيس البرلمان شد على يد رئيس الوزراء في محاربه الفساد في محافظه الانبار، وبالتالي بعض الجهات المتهمه بصفقات الفساد ترمى على تقدم، لكن هي بالتالي تنتمي الى جهات سياسيه اخرى، لكن البعض يجير الانبار كلها لتقدم وهذا شيء غير صحيح. اما بالنسبه للانسحابات فالانسحابات كانت يعني بعيارات ثقيله، يعني انور العلواني كان دائما يخرج على الفضائيات تحت صفه قيادي في تحالف الانبار. نعم. اليوم هذا الشخص انسحب، ايضا الشيخ مزهر المحلاوي والكثير شيماء محفوظ بان المرعاوي غيرها من الاسماء هذه كلها انسحبت من تحالف الانبار وانسحبوا بتصريح، هذا التصريح مهم جدا للجمهور. قالوا نحن كنا في هذا المشروع، كنا في مشروع تحالف الانبار الموحد ولم نجد فيه ما يخدم جماهيرنا، وجدنا فيه عداوه شخصيه فقط للسيد رئيس البرلمان وهذا لا يخدم الجماهير، بالتالي نحن امام مسؤوليه كبيره امام اهلنا وعشائرنا، فبالتالي انسحبوا هؤلاء الاشخاص وانضموا الى تحالف او الى حزب تقدم وسيخوضون ان شاء الله الانتخابات تحت ظل تقدم. يعني ما راح نتوقع انه بالايام القادمه راح هذه الشخصيات اللي انسحبت من الانبار الى تقدم ان نراها كمرشحين مدعومين او في مناصب كبيره؟ لا لا، يعني في مناصب كبيره هي اولا هي انتخابات مجالس محافظات، بالتالي انتخابات مجالس المحافظات يعني سيكون الحظوه لمن لديه ثقل سياسي يعني وثقل بصريح العباره. سيد علي ماكو اغراءات قدمت لهؤلاء؟ لا، بالتالي يعني اليوم احنا ناخذ التصريح يعني من اصحاب القرار من الشخص نفسهم. نعم. احنا اليوم ما نجي نتكهن، اليوم نسمع التصريحات، انا سمعت تصريح السيد انور العلواني وسمعت تصريح السيد مزهر المحلاوي، التصريحين يشبهون بعضهم، يعني اثنينهم قالوا احنا ما لقينا مشروع يخدم جماهيرنا في هذا التحالف، اللي لقيناه فقط هذا التحالف مجتمع على عداوه مع السيد رئيس البرلمان فقط ومحاولة تهديم المشروع داخل المحافظة. وهناك مقولة تقول يعني تهديم مشروع الغير لا يبني الذات، فبالتالي الأخوة أتصور رايحين باتجاه خطأ. الأهم في هذه المرحلة هو الجمهور ومطالب الجمهور وخدمة الجمهور بعيدا عن هذا التنافس الذي يعني كل ما يهدف إليه هو الوصول إلى السلطة بأي طريقة كانت. هذا الشيء غير صحيح، هذا الشيء لا يخدم المحافظة. احنا محافظتنا طلعت من معارك، طلعت من تحت الركام، لحد الآن يعني آثار المعارك موجودة في أزقتنا، من المفترض أن يكون هناك حنكة سياسية عالية في تجاوز الأزمات وعدم اختلاقها. أما موضوع يوم يجوك بالفساد ويوم يجوك بغيرها ويوم يجوك قدم تنازلات واتهم والبعض يتهم المنسحبين بالخيانة، يعني أنا سمعت تسجيلات صوتية بعض أعضاء التحالف يتهمون المنسحبين بأنهم خونة وخانوا المشروع وغيرها، وبالتالي هي عمليه سياسيه شفافه. قبل قليل تذكرت انه هناك حريه في التنقل بين الاحزاب السياسيه والترشيح، وهذا امر طبيعي في عصر الديمقراطيه. اليوم اللي يشوف نفسه مؤهل ان يكون في مكان ما فهو حر، وبالتالي الراي بالتالي له، يعني بعيدا عن موضوع التخوين وغيرها. نعم. من هذه الامور. طيب نعم. سيد مهند، مكونات سياسيه سنيه التي تشكلت مؤخرا أغلبكم خارج السلطة منذ سنوات أو أغلبها خارج السلطة منذ سنوات، شلون راح تقدر تواجه أو تجاري أحزاب سنية كبيرة ثبتت نفسها في أعمدة الدولة؟ يعني من الواضح هذه الكتل السياسية التي شكلت الآن في محافظة الأنبار وبعض المحافظات السنية تشكلت ل عدم قناعة هذه الكتل وهذه الحركات الناشئة التي خرجت من المحافظات السنية، عدم اقتناع هذه الحركات والأحزاب
بتحالف تقدم، حزب تقدم عفوا، بالاداء السياسي الذي لم يكن رغم يعني بمستوى الطموح الذي ينشد اليه. لكن يعني كلام زميلي ضيفك الكريم عن بعض المرشحين، يعني خليني اتطرق، يعني ما حيل سمعت، لكن قيادات، من هي القيادات حتى نفتهم؟ هو دا يقول، سمعت دا يتكلم عن الاخ الاستاذ انور العلواني انسحب وعدم قناعته بمشروع تحالف الانبار الموحد او كذا من هذا القبيل. هذا هو البيانات اللي اعلن عنها الشخصيات المنسحبه من الانبار الموحد. تمام سيدي الكريم، يعني انا اليوم هي القناعه تتولد بيوم ولا بيومين ولا باسبوع ولا بشهر ولا بسنه؟ تمام لو لا، هذه تغريده الاخ انور العلواني، هذه تغريده الاخ انور العلواني يوم 21 تموز، يعني اقل من 20 يوم. حتى اقرا لك شنو كاتب، شوف هاي التغريده مالته. تفضل ايش قال؟ يقول بعد الاداء الضعيف لرئاسة البرلمان وعدم حسم الملفات المحررة التي هي من اختصاص مجلس النواب كمواطن عراقي وأحد أبناء محافظة الأنبار المحررة، أدعو البرلمان العراقي إلى التحلي بالشجاعة وتقديم المصلحة العامة وجمع النصف زائد واحد، عفوا، الجمع لنصف زائد واحد لاختيار رئيس البرلمان خلال 10 أيام، تتغير القناعة من سلبي الى ايجابي. هاي شلون هاي صارت؟ سيد الكريم، هذا دا يقلل بشرعيه السيد رئيس مجلس النواب، دا يطلب من المجلس النواب. برايك سيد مهند، برايك سيد مهند، شنو اللي خلى السيد العلواني يغير قناعته بهذه السرعه؟ سيد الكريم، السيد العلواني مع جل احترامنا له كشخص، السيد العلواني هو الرجل كان من ضمن تحالف الانبار الموحد، كان يدرسون حالته انه ممكن ينزل مرشح. حتى اكون دقيق بتوصيف الرجل، هذا الرجل دخل بنفس المنطقه مالته. انا سالت بعض قيادات التحالف، قلت له شنو السبب خلاكم تتغيرون؟ هذا الشخص كان من اشد المدافعين عن مشروعكم واشد المنتقدين لمشروع تقدم. انا من اكثر من قياده من محافظه الانبار سالتهم، من تحالف الانبار، شنو السبب اللي خلاكم؟ قالوا احنا درسنا السي في ماله، درسنا واقع المنطقه مالته وعشيرته، مرشحه في منطقته 9 أشخاص من نفس العشيره ومرشح شيخ عشيره فخذه. فهذه كلها التحالفات سيد الكريم هي مو انتقاص من شخص السيد العلواني ابدا، لكن الكتل السياسيه تبحث على من يحصل لها الاصوات الاكثر. تمام لو لا، انا اليوم رئيس حزب ادور على اللي يجيب لي الاصوات، ما عندي مشكله واحد يجي. ثانيا هو مو اليوم والباحه ينتقد اداء تحالف تقدم او حزب تقدم، هو اكثر من سنه وسنتين الرجل يتكلم بالاعلام وموجوده بتصريحاته خلال 10 أيام، لانه مرشحه تحالف الانبار الموحد او تحالف الحزب او تحالف عزم، من ضمن هاي الكنانات يبدا ينتقل من اقصى اليمين الى اقصى الشمال. هاي شلون تصير هاي؟ ثانيا تحالف اخونا الشيخ مزهر المحلاوي يقول انا انسحبت من تحالف الحسم، هو تحالف الحسم انبثق، تحالف الحسم انبثق يوم 19/7، والاخ مزهر المحلاوي بمنشور، هذا بمنشور على صفحته الرسميه يوم 27/6 اعلن انسحابه. اذا تحب اقرا لك الانسحاب ماله بالضبط يوم 27/6، يعني شنو هذا التناقض؟ هي مو تنافس اخي، انت لك من حقك ترشح في اي مكان. طيب. ما من حقك ابدا، يعني انت من حقك ترشح ويا الاخوه في تقدم، ترشح فيها الاخوه في عزم، لا ترشح ويا الاخوه في تحالف الانبار الموحد. طيب سيد مهند، خلينا نرجع لسؤالنا. التكتلات او الاحزاب الجديده او تحالف الانبار الموحد وغيره والاطراف اللي يضمها قادرين على منافسه تقدم في محافظه الانبار اللي صار له يعني ثبت نفسه في اعمده السلطه في الانبار وفي المركز. سيدي الكريم، انا قلت لك قبل في المداخله الاولى، الاحزاب والكتل وهذه التي الاحزاب الناشئه والكتل التي ظهرت في محافظه الانبار وفي بعض المحافظات السنيه واللي يعني شكلت من
من عدم القناعة بالأداء السياسي الذي انتهجه حزب تقدم. يعني هاي طبعا أكيد لهم ثقل وأكيد عندهم تنظيم، هذه الأحزاب لها تنظيم عالي، تنظيم متماسك، فيها أحزاب عقائدية أيديولوجية لها تنظيم عالي أكثر من على مرور 30 40 سنة. يعني اليوم حزب تقدم، ومتى صار حزب تقدم؟ اليوم حزب تقدم صار بال 2018، يعني ما صار اربع سنوات خمس سنوات. ما تجي تقدر تقيسه بالاحزاب التي لها تنظيم عالي. اعاده هيكليه صفوفها انا اتوقع ستكون النتائج يعني ستكون النتائج صادمه لكل الاخوه في السياسه. كل شيء ممكن بها، ماكو شيء يكون صادم بالسياسه. اعود لك سيد علي، ممكن ان نشهد صلح فيما بعد، اندماج هذه القوى السنية مع تقدم مع عزم ما بعد نتائج الانتخابات؟ ممكن هذا هو كل شيء بالسياسة ممكن، لكن بعد وصول الصراع إلى هذه المرحلة ممكن أن يصل إلى اندماج فيما بعد ومصالحة؟ شوف، بالتالي هي سياسة لا ثوابت فيها، لكن المبدأ الرئيسي هو خدمة الجمهور، ومن يخذل الجمهور لا مكان له ضمن الناس اللي تحمل معاناة هذا الجمهور، والتي حملت مطالبه من العفو العام إلى المناطق المحررة إلى تعويض المتضررين إلى إعادة إعمار المدن المحررة وإخراج القوات من جرف الصخر ومن العوجة وغيرها من المناطق. يعني اللي ما كان له دور في خدمة الجماهير أكيد ما راح يكون له دور عندما تتشكل هذه التحالفات. بالتالي أكو تحالفات لديها مبدأ خدمة الجمهور، أما من يحاول أن يخدم نفسه أو من يحاول أن يحصل على مكاسب شخصية أكيد ما راح يتم التحالف معه. هاي من جهة. من جهة أخرى أبدأ أعقب على موضوع أنه أحزاب ناشئة. أولا سواء حسم أو تحالف الأنبار هي ليست أحزاب ناشئة، هي أحزاب تم إعادة تدويرها. وقبل قليل الأستاذ مهند يقول أحزاب عمرها 40 أو 30 سنة، أتصور هنا يقصد الحزب الإسلامي اللي هو لا يحظى بأي وجود أتصور في داخل العملية السياسية أو على الأقل داخل محافظة الأنبار. موضوع أنه الجمهور والناس غير راضية وتشكلت هذه الأحزاب، لا هذا غير صحيح. أولا هذه القوى السياسية كلها خاضت الانتخابات وخرجت مفلسة ولم تحصل على أي مقعد في البرلمان العراقي، بالتالي الجماهير أعطت ثقتها إلى حزب تقدم، أعطت 14 من أصل 15 مقعد، وحتى المقعد الخامس عشر هو متحالف مع تقدم. فبالتالي هناك أغلبية ساحقة داخل المحافظة. من يتكلم على أنه الناس غير راضية، هذا فقط يحدده الصندوق الانتخابي، ومدى رضا الناس يعني يقاس بالصندوق الانتخابي. أما يعني موضوع رضا الناس وغير راضية وغير راضية، يعني هذه مجرد تصريحات إعلامية. أما موضوع أنه رشحه أو ما رشحه أو شنو السبب اللي خرج به، طبعا هذه كلها رسائل مرسلة، كلام غير مثبت بالدليل. نحن نأخذ الدليل من التصريحات الرسمية. الرجل بتصريح رسمي له قال أنا شفت مشروع تحالف الأنبار لا يخدم الجمهور. أما سيد مهند يقول أنه طلع بهذا السبب أو غيره، هذه كلها تكهنات لا وجود لدليل. نحن نأخذ الدليل من صاحب التصريح نفسه، أو حتى بيان لتحالف الأنبار ما صدر بهذا الخصوص كبيان رسمي أنه هو انسحب لأن احنا ما رشحناه. أما ما أعرف أستاذ مهند يقول خرج لأن ما حد رشحها، فهذا ما أعرف من جاب هذه المعلومة، لا هي معلومة من التحالف ولا هي معلومة من الشخص المنسحب. لا، هناك الكثير من أطراف السنية تداولت أن المنسحبين ما كان عندهم يعني وعود بأن يستلموا مناصب أو ترشيح، وقد حصلوا على وعود من تقدم من السيد الحلبوسي ربما أو غير قيادات بأنه نمنحكم ترشيحات أو مناصب معينة من أجل الانسحاب. وكما ذكر سيد مهند أنه الخطاب يتغير بين يوم وليلة. هذا يدل على هشاشة تحالف الأنبار. هذا ما ذكرته أنا في السابق، أنه هذا التحالف هش ولم يتم بناؤه على أسس قوية. الأسس التي بني عليه هذا التحالف هو العداوة للآخر ومحاولة تسقيط مشروع الآخر والتشكيك في المشاريع الأخرى. لحد الآن لم أرى مشروع حقيقي لهذا التحالف، لم أشاهد يوم تصريح له أنه هو يطالب بحقوق جماهير أو يداعي بحقوق جماهير. هو يحاول قدر الإمكان استمالة مشاعر القوى السياسية الأخرى ومحاولة الاتكاء
على القوى السياسيه الاخرى من خارج المحافظه. لا يعني ما في يوم سمعت منهم واحد يطالب بالعفو العام، ما سمعت واحد من عندهم يطالب باعاده اهالي جرف الصخر وغيرها، ولا سمعت احد منهم يطالب بملف المغيبين. كل الاشياء اللي يطالبون بها هو اتهام الاخر بالفساد وغيرها. وكانما الفتره اللي كانوا هم فيها كانت فتره افلاطونيه، ولم يكن عليهم اي ملف فساد، رغم انه السيد مهند الراوي يعرف من هو مكفل حاليا او من هو عليه شبهات فساد ويراجع المحاكم الى حد الان. طيب ايضا اعود لك سيد مهند، الكربولي في خطاب شديد مؤخرا وصف المنسحبين بالخونه من اجل او لصالح كما وصف بالقزم المتضخم، هل يمكن للتحالف الانبار للكربولي للقوى السنيه المتكتله جديدا وحديثا ان تنجح بتحجيم هذا التضخم؟ ومقابل ايضا قضيه اخرى، هل يمكن لمقابل هذا الخطاب الشديد جدا ان نشهد فيما بعد التئام ومصالحه ما بين هذه القوى؟ سؤال جيد، بس خليني اجاوب على بعض استفسارات زميلك. تفضل، لكن باختصار وقتنا ضيق سيد مهند، تفضل. نعم تمام. سيدي الكريم هو ده يتكلم عن ناس مكفلين ويرجعون المحاكم. أنا اليوم أي شخص يطلع من يروح للنزاهة مو يعني معناته هذا الرجل مذنب، لكن أنا أحكي اليوم اللي يطلع من النزاهة بشكل براءة، هذا شو تسميه؟ هذا تعتبر ناصعة بياض له. اليوم النزاهه تستدعي اي واحد، اليوم تجي تستدعيني تستدعيك تستدعي الاخ علي، لكن الحكي وين؟ انت اليوم مكفلين، منو المكفل؟ اليوم عندكم رئيس قائمه عندكم في 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 الانبار تابع لكم مكفل بخمس قضايا لحد الان لم يحسمها القضاء. هذه سيدي الكريم هذا التضليل والتشويش الاعلامي غير صحيح. ارجع على سؤالك اللي تقول ممكن يصير تحالف بعد ظهور النتائج. بالسياسه لا شيء غريب، والدليل على ذلك وصل التراشق بحد بين السيد تحالف تقدم والسيد خميس الخنجر الى حد التراشق بعبارات، وظهرت على شاشه التلفزيون بعبارات قد لا تليق اصلا ذكرها بالاعلام. اليوم هم متحالفين، فالتحالف هذه سياسه لا تعني انه انا خصمي معناته انا جاي اكسرك، لكن احنا اليوم يجب ان يكون الخطاب، يجب ان يكون طريقه التنافس طريقه شريفه، مو طريقه تنافس انا اروح يعني هسه اليوم هو يقول تحالف الانبار هش انسحب منه انور والاخ مزهر والاخ هذا واقع سيد مهند، مو صار عندهم انسحابات بينما تقدم ما عنده اي انسحابات او خلافات؟ لا عنده اعطيك منو؟ شيخ مزهر، شيخ سعد العبد الله المنسي، هذا اول شيء مع تحالف تقدم. نعم. انسحب بعد عشيرته، بعد ان التمت عشيرته انسحب من تحالف التقدم واعلن انسحابه ببيان رسمي، هسه ادز لك اياه على صفحتكم الرسميه، وبعدين راح ويا منه ويا كتله عزم، الباحه انتقل من كتله عزم رجع على كتله المحافظ اللي هي مع الشيخ احمد ابو ريشه، يعني هذا الانتقالات هاي مو عيب، هاي في 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 حاله انه انا مرشحك، انا اليوم ما مرشحه، هو مو كل من اخذ صوره ويا تحالف الانبار الموحد اعلن ترشيحه، هذا مو صحيح. أنا اليوم يجب أنه تكون التنافس شريف. أنا اليوم خلي تتصادق الأسماء، ذاك الوقت عود قول لي هذا انسحب وذاك ما انسحب. إحنا اليوم هاي الإغراءات وطريقة لوي الأذرع والإغراءات واضح سيد مهند، هاي ما ترهم. شكرا لك السياسي المستقل السيد مهند الراوي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من الأنبار، شكرا لكم، وشكر جزيلا لكم الباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي نجدية، كنت ضيفا كريما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. الأول من صفر محطة إنصاف لنصف المجتمع وتذكير بدلالاته التاريخية واعتماد رمزيته الواقعية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ولحديث أكثر عن تفاصيل هذا اليوم وهذا الملف نرحب سوية بالباحثة والأكاديمية الدكتور إسراء السعدي. أهلا بكم دكتور إسراء، ضيفة كريمة، نسأل الله أن يعظم لنا ولكم الأجر والثواب. وبداية، كما اطلعت على هذه المناسبة وسعى المجلس الأعلى لتعريف المنظمات الدولية للاهتمام بهذا اليوم، والرئيس الراحل للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله دعا عام 2008 اعتبار الأول من صفر يوم إسلامي مناهض للعنف ضد المرأة، لكن شنو طبيعة المرتكزات اللي يمكن الاستناد عليها والضرورات التي دفعته إلى تبني هذه المقترحات اللي تخص المرأة في الإسلام؟ نعم، السلام عليكم أعزائي المشاهدين والحضور، نعزيكم في هذه الأيام المباركة من أشهر الحرام، ونستذكر فيها يوم 1 صفر الذي اتخذ هو يوما معروفا ليوم السبايا. طبعا انه سيد عبد العزيز الحكيم قدس سره كان اول من دعا باعتبار 1 صفر هو احد ايام المهمه جدا في تاريخ المراه، سواء كانت المسلمه او المراه العربيه والعراقيه على حد سواء، باعتبار انه هذا اليوم نستذكر فيه سبايا عتره رسول الله صلى الله عليه واله عندما ساروا بهم بقافلتهم الى الشام. وكيف مثلت السيدة زينب عليها السلام، وما هي من أعظم ما عانته السيدة من مصيبة كبرى في سباياها وقيادتها لنساء عترة رسول الله والأطفال التي كانوا معهم. فقد مثلت السيدة زينب خير مثال للإنسانية والشموخ والصمود والكبرياء، وكانت رمزا للشخصيات القيادية التي وقفت ضد بكل إباء وبكل شجاعة ضد انتهاك الحرمة للنساء والأطفال وضد العنف الذي تتعرض له النسوة منذ ذلك الوقت وحتى وقتنا الحاضر. وقد اتخذ السيد عبد العزيز الحكيم هذا اليوم، وقد كان موفقا في اختياره منذ عام 2008 وحتى الآن، حيث تبنى هذا اليوم واعتبره من الأيام المهمة في تاريخ النسوة العراقية، وقد حقق بذلك جميع القيم التي تبني القرارات والكرامة الإنسانية للمرأة في الإسلام والمساواة وحقها في الحياة كما مجدها الدين الإسلامي في ذلك، وجعل لها حقوق مميزة في الإسلام وقد لكي تحصل على جزء منها وإن كان بسيط. لكن ما نزال في وقتنا الحالي نرى بأن هنالك العديد من النساء ما تزال تعاني من العنف بكل شكل من أشكاله، سواء كان العنف اللفظي أو العنف الأسري أو العنف الجسدي وغيرها من أشكال العنف. طيب ليش دكتورة المرأة ما زالت تعاني في هذا المجتمع الإسلامي، رغم أن الإسلام ينصف المرأة واعتماد اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة؟ الإسلام بحسب يعني القائمين على التوعية والتنظير والمنبر يؤكدون أن الإسلام يقدر المرأة وينظر إليها كوجود إلهي مبارك، بينما يتهم الإسلام بعدم إنصاف المرأة والانتقاص منها. نعم أخي العزيز، إنه الإسلام هو الدين الوحيد الذي أنصف المرأة وأعطى لها جميع الحقوق التي ميزها بها عن نساء العالم. فهنالك آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولهن ما عليهن بالمعروف صدق الله العظيم. لكن نلاحظ أن الواقع الإسلامي للمرأة العراقية بالتحديد والمرأة المسلمة بحاجة إلى الكثير من الخطط والبرامج للتنمية لبيان في هذه الخطط ما هو دور المرأة في أن تكون عضوا في إقرار السلام، كما في المنظمات العالمية التي وضعت خططا للتنمية وجعل المرأة عنصرا أساسيا في بناء السلام في العالم. إذ نلاحظ أن معظم الدراسات العالمية وجودة للأمم المتحدة اتخذت قرارات متنوعة وصفت بها وميزت حالات وأنواع من العنف ضد المرأة، سواء كان هذا
هذا بأي شكل يتميز به من الأشكال اللي كان هو سببا في اضطهاد المرأة أو الأسرة بشكل عام. فنحن كأكاديميين أو باحثين أو إعلاميين يجب علينا أن نتخذ هذه المنابر أنه تكون هي أساس لإرساء القواعد الأساسية والخطط لدعم المرأة وتمكينها لنيل الحقوق التي يمكن أن ترفع من شأن المرأة داخل المجتمع، والتي هي عبارة عن أكثر من نصف المجتمع. ويجب علينا أن نقول بأن المرأة ليس لكل رجل ناجح خلفه امرأة، وإنما كل رجل ناجح بجانبه امرأة تسانده. وقد تميزت المرأة العراقية بالتحديد أخي العزيز بأن خلقت امرأة قيادية في داخل الأسرة، بطبيعتها هي امرأة قيادية. وإذا جعلنا رمزنا للنسوة هو رمز الإيباء، السيدة زينب عليها السلام حينما كانت قائدة للسبايا في واقعة الطف، وكيف كانت تمثل الرمز للشموخ والإيباء والشجاعة والقوة، وبخطبتها خطبة الإيباء التي هزت بها أركان قصر يزيد بن معاوية لعنة الله عليهم. وحتى لو ننظر إلى أن الأولاد الصغار والبنات التي كانوا في رعايتها كانوا أيضا منذ نعومة أظفارهم يرفضون أشكال العنف الذي تعرضت لهم عترة النساء، عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. أذكر واقعة السيدة سكينة حيث دنا منها سهيل ابن سعد، وهو أحد الصحابة الذي رافق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لها: يا جارية من أنت؟ قالت: أنا بنت الحسين عليه السلام. فقال: لك حاجة أقضيها؟ فقالت له: قل لمن يحمل السهام التي على رأسها رأس الحسين عليه السلام أن يتقدم المجاميع النسوة حتى تنشغل الناس في النظر إليه وتبعد أنظارها عن وجوه النساء من عترة رسول الله. فمنذ ذلك الوقت كانت هنالك كرامة ومكانة وحرمة واضحة للنساء ابتدأت بعترة رسول الله، ونحن نسير على مناهجهم. لذلك وجب علينا وعلى جميع الدول التي تمكنت أنه تدخل قرارات أو تدخل بعض الأمور في الدستور الذي يساعد المرأة لجعلها أحد الشخصيات المساندة والفعالة في قرار صنع الإسلام. يمكن يا دكتورة هذا القرار طبق في محافظة النجف في حينها بعد دعوة السيد الحكيم، لكن شنو الأسباب رأيك اللي منعت هذا القرار أن يطبق في بقية المدن العراقية؟ طبعا هو العراق يعتبر أول البلدان العربية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تبنى موضوع 1/0 جعله يوما واضحا لمناهضة العنف ضد المرأة. لكن هنالك بعض التطبيقات التي لم تأخذ حيزها الكامل في تمييز أشكال العنف ضد المرأة، ولا اتخذت بعض القدرات أو القرارات في هيئة الأمم المتحدة أو اللجان الطبية العالمية التي كانت تستقبل المعنفات أو الأسر المعنفة في أولياتها. ولكن بالحقيقة الدراسات تذكر أن هنالك على رأس القائمة هو المعنفون يكون من النساء ومن والفتيات الصغيرات في العمر، والفتيات التي يتم تزويجهم في أعمار صغيرة، أو الفتيات التي تعنف بطرق مختلفة كالتشويه أو الإساءة الجسدية أو اللفظية وغيرها. نعم، فهذه القرارات يجب أن تأخذ على عاتق كل من له منبر يمكن أن يدعم المرأة ويجعلها متمكنة في نيل حقوقها وإن كانت بسيطة، لكي تنشأ في المجتمع أسرة صحيحة. لكن ما المطلوب حتى تفعل هذه المبادرة؟ شنو تحتاج؟ جهد حكومي، منظمات مجتمع مدني، جهات ناشطة في مجال حقوق المرأة، أم ماذا؟
طبعا كل المجالات اللي ذكرتها ممكن أن تكون هي مجالات داعمة لمناهضة العنف ضد المرأة والمساندة المرأة وللحد من حالات العنف ضد المرأة من كل من منبره، سواء كان إعلامي سواء كان فني سواء كان أكاديمي. يجب عليهم الدراسة دقيقة وموجهة لتمكين المرأة في مجالات الحياة الاجتماعية بشكل كامل، حتى نتمكن من بناء الأسرة الصحيحة وبالتالي تأثيرها على المجتمع الصحي الخالي من المشاكل الاجتماعية أو المشاكل التعنيف والتي نراها، وخصوصا المرأة العراقية لها خصوصية في الحياة كون أنها عانت ومرت بظروف وحالات الحرب التي مر بها العراق، وجعل المرأة أن تكون رمزا أمام النزاعات المسلحة وغيرها وبالتالي همجية الإرهاب. طيب، إلى أي درجة هناك حاجة لتعريف المحافل الدولية ويجب أن يكون هناك نشاط إعلامي ومنظماتي من أجل تعريف هذه المحافل والمجتمع الدولي بما حققه الإسلام خاصة في حفظ حقوق المرأة وتكريم منزلتها أمام ما يشاع بأن الإسلام بخس حق المرأة؟ الدين الإسلامي يعني هو أكثر الأديان الذي نصف المرأة بشكل عام، وهو الدين الذي حافظ على كرامة ومكانة وإنسانية المرأة بشكل خاص. فالمحافل التي نحتاجها هو أنه تتخذ الدولة على عاتقها والمنظمات المجتمع المدني والمؤتمرات الخاصة بتمكين المرأة، وما تزال الدراسات مستمرة لحد الآن وخلق لجان خاصة لتمكين المرأة في الوزارات، وهذه التفاتة جيدة اتخذتها الدولة حسب اعتقادي. أنه اليوم هنالك في كل مؤسسة أو دائرة في دوائر الدولة فيها قسم خاص لتمكين المرأة، وهذه خطوة يعني مباركة وممكن أن تنمي الإمكانيات التي ترفع من شخصية المرأة وتكملها وتحافظ عليها وتجعلها رمزا للإنسانية. طيب، وعنصرا للسلام. الإسلام أنصف المرأة دكتورة إسراء، لكن ليش المرأة تعاني خصوصا بالمجتمعات الإسلامية والعربية رغم أن المنابر تنادي بإنصافها؟ المرأة المسلمة أو المرأة العراقية أو المرأة العربية لا تعاني من الإسلام بحد ذاته، وإنما تعاني من التقاليد والقيم التي يبنى عليها المجتمع وخصوصا المجتمعات الذكورية ومن ضمنها مجتمعنا العراقي. هذه عادات وتقاليد وليست سنن الإسلام. الإسلام بالعكس أنصف المرأة وانطاها مكانتها، وحتى حدد في بعض الحالات أنه شروط النفقة التي يتوجب على القائم عليها أنه محددة عليه حتى في حالة تربية الأبناء أو إدارة شؤون المنزل، قد حدد عليها في إجور مثل أنه من حق المرأة أن تطالب الزوج بإجور مقابل رضاعة الطفل الذي تنجبه. فالتقاليد والعادات هي التي حكمت المرأة وجعلتها عنصرا ضعيفا في المجتمعات الذكورية وليس الإسلام. الباحثة والأكاديمية دكتورة إسراء السعدي، كنت ضيفة كريمة، شكرا لك ولحضورك إلى الحصادة، وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفتنا الكريمة إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.